الله يلا خدام. اذا معلش انا ضحكت لانني شاريه واحد الثمن، على باليش يخدم ولا ما يخدمش، ماشي مشكل، اصدق خدام. السلام عليكم، دابا غادي نجربوا هاد السليعه هادي كيف غادي تصدق، ونتمنى من الله التيسير. شوفوا هاد السامسون هذا، المهم الباتري ديالو كيتشارجا الحمد لله، خدام هاد السامسون هذا. غادي دابا نجربوه، المهم كيبان خدام ما فيه حتى شي حاجه، حتى الخدمه ديالو خفيفه، نتمنى من الله يكون خدام مزيان. خدام دابا بقات نجرب ليه الكلافي ديالو، نشوفو واش خدامه حتى هي ها اللي ما بغيناش. هذا في الكلافي ديالو خاسره، هذا في الكلافي ديالو خاسره، لان صراحه بحال ما كاينش بيسيات كيبان لك غريب ان بيسي بحال ما دام بالثمن باش كتشري، ولكن على كل حال عاد مربوح فيه. بلاتي نشوفو شحال فيه ديال الرام وديال الاس اس دي. هذا المهم فيه 256 ديال الاس اس دي و 8 جيجا ديال الرام. المهم بيسي زوين، 1920 على 1080، لا بيسي زوين الحمد لله. المهم الكلافي ديالو غادي نشوف كيفاش الامكانيه ديالي، الا كانت رخيصه غادي نوردينيا ليه من ايباي ولا امازون نبدلها ليه، ما كانتش غادي نبيعو بحال ما هكا. وعلى في كلتا الحالتين غيجيب فيه الله التيسير. المهم هاد سامسون هذا قلبناه، دابا غادي ندوز لاخر، ندوزو لهاد لينوفو. هاد لينوفو هذا نركبو ليه الشارج ديالو، لا هاد لينوفو هذا فيه سيركوي، سمعت شي حاجة في الشارج باش ركبته. ملي كنركبو كطفى البولة هادي ديال الشارج، ملي كنركب الشارج كطفى. هذا فيه كود سيركوي، هذا غيكون مضروب ليه شغنقولو ليها بحال واحد الترانزيستور كيكون هنايا في البداية ديال المدخل ديال الشارج، غيكون غالبا هو اللي مضروب فيه. صراحة بيسي زوين تبارك الله، كيبان فيه هنايا بلاصة البصمة، بيسي صراحة زوين وبزاف كاع، بيسي مخير. غادي هذا خاصني نفتحو غادي نجربو. المهم غادي نشارك معكم النتيجه ديال هذا خلاص راه معروفه الكلافي هي اللي ماشيه فيه، وغادي نشوفو هاد لينوفو هذا كيفاش غيصدق. نشد معكم حتى الماك بوك، كنوصي دائما على النقر، هذا شريته هكايا مكرفس، قلت راه يستخدم ما خدامش ما على باليش، لانني اصلا انا غادي نحتاج منه مثلا غير الشاشه ديالو، نقدر نحتاج كلافي، نقدر نحتاج باتري ديالو. المهم ما عنديش مشكل انه يكون خدام ولا ما خدامش، دابا نجربو حتى هويا. المهم بولا خدامة، بسم الله نتمناو من الله التيسير. الله يلا خدام. دابا علاش انا ضحكت؟ لانني شاريه واحد الثمن، على باليش يخدم ولا ما يخدمش، ماشي مشكل، اصدق خدام. حتى الخدمة الطريقة باش خدم سريع بزاف، خدام سريع بزاف، غريب ان غيقدر يكون فيه الاس اس دي هذا. بلاتي غادي نطفيه ونقلبو، دابا مغاديش نصبر عليه، غادي نقلبو دابا نشوفو فيه الاس اس دي ولا لا. لانني شريته موسخ بزاف ومحيدين ناقصين وشحال ديال الفيسات، قلت انا راه ما خدامش، يعني شاري على اساس انه راه غيكون ما خدامش. حتى صدق خدام راه كتكون راك عفاري، ما صدقش خدام راك شاري على اساس ما خدامش. ولا كيف ما قلت، ها هي فيه الاس اس دي راكبه فيه، مركبين فيه الاس اس دي. المهم بيسي خاصها تنظيفه وكلشي، غادي نبيعو بحال ما هكا، ما غادي نزمونطي ما حتى شي حاجه، ما غادي نفكو ما والو، غنبيعو بحال ما هكا وغادي نستافد منه. كنت قلت غنخليه على حساب زعما نهز منه البياس ساعتي، مادام صدق خدام غادي نبيعو حتى انا بحال ما هكا. هادي غنقدر ندير لها شي حل، نضرب لها واحد الحكه وغنضرب لها واحد الرشه بواحد اللون قريب لهذا، غترجع ناضيه. دابا غادي نجرب داك الاش بي، داك الاش بي خلاص هذاك شريته على اساس راه ما خدامش، حتى هو نجربو على وعسى يصدق حتى هو يخدم. وين دابا نحيدو هاد الماك بوك،
نجربوا هذا الاش بي. هذا الاش بي هو هذا الاي 5. شوفوا في الشارج، ركبوا لي الشارج، نتمنوا بالله تيسير يستخدم. اوكي، المهم بي سي كيبان خدام. هنايا كتسني البوله على اساس انه شاعل، هذا كيبان على اساس انه شاعل. دابا في هذه الحاله هذه غادي نقلب نشوش فيه لي رام ولا ما فيهش. المهم انا اصلا شاريه، هو كيبان شاعل، شاريه بثمن ديال واخا يصدق ما خدامش، ما على باليش يعني، شاريه على اساس انه ما خدامش. شوفوا بي سي خاوي نضو، ما كاين لا ديسك دير لا لي رام. اذا هذا محيدين منه غير لي رام، غير ركب ليه لي رام غادي يخدم. انا سالاو ليا كاع لي رام هنا ديال 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 دي دي ار 3 كاملين سالاو ليا. في هذه الحاله هذه ما عنديش باش نسيد. المهم كيبان خدام هذا حتى هو، خاصينو غير لي رام صافي فقط. هذه هي اللي زوينه في السوق، كيف ما كنقول لكم كتمشي كتشري شي حاجه كيجيب الله التيسير. المهم خاصك غير تمشي وتوكل على الله، ولا بدا ربي كيجيب التيسير. او صدق هذا حتى هو خدام، شاري بثمن رخيص بلا قياس. هذا حتى هو كذلك رخيص بلا قياس. هذا هادو كاع بجوج حتى هما مشريين بثمن معين. المهم راه كيتحسب رخيص. هذا زوين بزاف الشكل ديالو. المهم غنفتحو نقلبو نعبر ليه الضو ديالو ديك الساعه باش نعرف اشنو المشكل، فين كاين المشكل. الا تقاد هذا باين غيكون مزيان. هاد سامسون هذا خلاص فيه الكلافي. المهم سامسون زوين تبارك الله، ولكن الكلافي ديالو. المهم خلاصه القول، الواحد ما يبقاش ناعس، يتوكل على الله ويمشي للسوق واخا ما كتعرفش، ولا بدا شويه بشويه شويه بشويه، وربي غادي يجيب الله التيسير، وغادي تتعلم وتعرف كيفاش تولي تصور النهار ديالك.